لو مهما قرينا أو سمعنا أو تعلمنا قصص مو بإحنا مسوينها مو بإحنا عشناها، ما بيكون التغيير كثر لما أنت شخصياً تجرب شيء، لما أنت شخصياً تعيش تجربة. تعلمت من سبقة أن خلتني أحس بحس المسؤولية وتطورت فيها تطور جذعي وزرعت فيني الوعي أن في بيئات وايد مختلفة في البحرين وشلون نقدر نساعدها ونطورها. وأهم من ذي كلها تعلمنا بالعطاء دون مقابل، كل شغل إحنا سويناه واللي ساهمنا فيه في البيت مو متوقعين أي رد من يعني أهل البيت، وشعور وايد حلو أن أنت تعطي بدون ما تنتظر مقابل. احنا عشنا شلون احنا نتعامل مع ناس احنا ما نعرفهم، ناس احنا ما كبرنا معاهم، ناس غرباء جايين علشان احنا بس نطور بيتهم، عشان احنا نشتغل معاهم على شيء انساني. ففي هاي المسابقة انا تغيرت، انا شخصيا وكل اعضاء الفريق كلنا تغيرنا، صرنا ناس ثانية، صرنا ناس واعيين، نظرتنا للحياة تغيرت. هاي شلون هاي المسابقة اثرت فينا احنا. في البداية احنا ما كان عندنا علاقة قوية مع البيت مع اهل البيت، بس بعد مرور الوقت بدينا يعني علاقة قوية معاهم، وهم كانوا يتعلمون قيمنا واحنا كنا نتعلم منهم هم شلون يعيشون، وتعلمنا شلون يعني احنا نتعايش معاهم وهم تعلموا شلون يتعايشون معانا. كانت تجربة فريدة من نوعها، تعلمنا العديد من المهارات، وبهاي الفرصة صارت لنا الفرصة نغير في نفوس الناس، نغير في حياة الناس، وكانت لنا بصمة في هاي الحياة نتركها عشان نروح حق الآخرة وكلنا طيبة عمل في الدنيا دي. جلال عبيد، راشد الحوطي، راشد الجلال.
هديل فسيح، سلمان غتم، محمد بوشيري، ليالي الراعي، مروة البلوشي، مي شريف. احنا حابين نشكر كل من ساهم في هاي التجربة، كل من خلى هاي الحلم يصير حقيقة. حابين نشكر our supervisors الأستاذ شادي ومسفرح، شكرا لكم.